سوق الأفارقة، هكذا اسمه المتداول بين الساكنة في مدينة الدار البيضاء. بمجرد دخوله تلفت انتباهك هذه المنتجات والأطباق ورائحة البهارات الإفريقية، وكأنك في سوق إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء. أنا بيع سلع ديال ماكلة ديال السنغال، ولكن كاين الناس ديال أي بي دافريكا هنايا في السوق، مالي، كوت ديفوار، نيجير، غيني، فين مشيتي كاين ناس هنا. تجار من دول إفريقية مختلفة استقروا في هذا السوق لتسويق منتجات يتم استقدامها من دولهم، وبدأت تغري الزبون المغربي. كل شيء كاين شي حاجه، شي حاجه ديال الماكله، كاين شي حاجه اللي يكون عنده التوا ديال المغرب، ديال البنات، ديال العيالات، كل شيء كاين. حنا كنفرحوا بهاد الافارقه اللي جاوا ضيوف عندنا وصبحوا منا حنا وصبحنا منهم، والحمد لله وصبح واحد الانسجام كبير، وصحنا لي من البيبان ديالنا والباب ديالنا، صبحوا كيستثمروا هنا. الصالونات النسائية أصبحت قبلة للكثير من المغربيات من عشاق الضفائر المستعارة. إتقانهن لهذا النوع من الخدمات أكسبهن شهرة في صفوف النساء. هذه المرة الثالثة اللي جيت نصاوب هنا، وكنجلى حيت كيجوني كيتقنوا الراس طال مزيان، وحيت كيعجبني نبدل شوية ما نبقاش بنفس لاكوت ديما. أنواع مختلفة من المنتجات الطبيعية للأغذية والتجميل، ومغايرة لما هو متداول في الأسواق العادية. لكن الجميل في الأمر هو نجاح أغلب التجار في الاندماج بشكل سريع مع المجتمع المغربي.